أعلنت الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفلين وإصابة 14 مواطنا بجروح جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة. وبحسب تقارير فلسطينية فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت ثلاثة صواريخ مبنى غرب قطاع غزة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مجمع الشفاء الطبي. من جانبها أكدت حركة حماس أنها لن تسمح للاحتلال أن ينفرد بقصف الشعب الفلسطيني وبقتله، مشددة أن ردها سيكون حاضراً.